أفاد حساب عش بصحة إحدى مبادرات وزارة الصحة طبعا بشاب خسر أكثر من 30 كيلوغرام طبعا من وزنه بعد ممارسة رياضة المشي. طبعا مين هو هذا الشاب اللي حضر معنا أكيد بالاستوديو من محافظة الطريف يحكي لنا عن تجربته مع السمنة والأهم كيف تمكن من الوصول إلى هدفه خلال فترة قصيرة. طبعا معنا بالاستوديو خالد الشاب اللي خسر 30 كيلوغرام من وزنه. حياك الله خالد. الله يسعدك، وأنا سعيد بالتواجد معكم، وإن شاء الله نقدم التجربة اللي أنا مريت بها ويستفيد منها المتابعين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شوف الطريف والشمال ويعني ذبايح 24 ساعة أهل كرم ودائما بيتهم مفتوح وحلا وقهوة ومدري إيش. يا خالد يعني والله أني أنا مرة مفتخرة فيك من جد، لأنه عندك إغراءات مرة كثيرة ومع كذا خسرت 30 كيلو. أبغى أعرف كيف خسرته وإيش التجربة اللي أنت مريت فيها. طبعا التجربة هي كانت في البداية من 3 سنوات حاولت أني أنا أخسر يعني أنزل من وزني، لكن ما قدرت يعني بحكم المجتمع وزي ما قلتي انت الذبائح. اي والله العادات الاجتماعيه بيوتهم يعني مفتوحه على طول، خاصه وقت الاعراس. فما شاء الله احنا المحافظه الطريف وقت الاعراس يكون وقت العطله، فوقت العطله هذا انسى الرجيم صح نهائيا. كل يوم ما شاء الله عرس. كل يوم عرس. فما قدرت بعد العام من حوالي تقريبا سنه بشهر 7 تقريبا هجري بديت على الخفيف، فلاحظت شوي يعني اني انا قدرت تقريبا وصلت الى كيلو وين نزلت مرة. وانا ما كنت ملتزم يعني صح. فبعدها قررت لا يعني شفت انا يعني اللي حصل معي فاعطاني حافز اني انا اكمل وانتظم. جميل. شهر 8 انا التزمت صح، كنت يعني اكلات معينه ابتعدت عنها اللي بحكم اكلات يوميه احنا نستخدمها كسعوديين كمجتمع سعودي تأثر علينا من ناحية السمنة، فابتعدت عنها. مع ممارسة الرياضة كنت تقريبا 5 كيلو الصباح وخمسة كيلو المساء. ماشي ماشي ما شاء الله. خلاص لأن أنا الشهر 7 وأنا ما كنت منتظم خسرت وزن بسيط. أيوة. فأعطاني حافز أني إذا انتظمت راح أخسر زيادة. فكنت الصباح أمشي وكنت أمشي بالليل في نفس اليوم تمشي مرة الصباح ومرة بالليل. أي مرتين باليوم 5 كيلو كنت والله في الصباح وخمسة كيلو في المساء. ما شاء الله. في ناس اللي يتابعوني واللي معي تعب حالك وحرقت نفسك فكنت الأمور هذه كنت مسكر أذاني عنها، ما أبغى أستمع لأي انتقاد سلبي. برافو صحيح. علشان أكمل. جاء رمضان، رمضان هو اللي كان نقطة تحول عندي. لا أنا اعتبرته كلهم قالوا لي راح يجيك رمضان ويخرب كل اللي سويته. صح. انا القاعده هذه غيرتها لان انا مقتنع داخليا اني انا راح تخسر وزن. اخسر وزن. نعم. انا عشت يعني داخليا ذاتيا اني انا بامكاني اني اخسر زياده. قبل الفطور الساعه بعد صلاه العصر تقريبا الى اذان المغرب كنت امشي من 5 كيلو إلى 8 كيلو. ما شاء الله. ما شاء الله. الجسم يكون صايم أكثر من 10 ساعات. فقاعد تطلع السموم. هنا أنا أستفيد. لكن بعد الفطور أنا كيف كنت أتعامل ما بعد الفطور أني أنا أكون ماشي مسافة طويلة وصايم أكثر من طبعا محافظة طريف أطول مدة صيام بالمملكة يعني صحيح. تصل إلى 14 ساعة ايه. تقريبا في اليوم. فكنت الفطور خليته يعني مويه وتمر لأن تفطر عليه الجسم بحاجه سكريات اجباري، فبدل ما اكل السكريات الثانيه يعني اكل التمر مع المويه. استخدمت الشوربات والخبز الاسمر. الخبز الابيض هذا انا جنبته نهائي بدون طبيب. يعني انت سويت هذا والله ما في طبيب، لكن طبيب. في دكتور ولا اخصائي في دكتور انا ابغى اشكره صراحه اسمه الدكتور صادق. نعم. صادق دكتور سوداني في مستشفى طريف. الدكتور صراحة يعني كنت استشيره فقال لي خليك لا تطبق اللي احنا نقول لك عليه 100%، نطبق اللي انت مقتنع فيه بما انك انت مشيت صح. برافو. هذا كلام الدكتور صادق لي وانا استمريت ولله الحمد على هذا. رمضان خسرت انا 13 كيلو. ما شاء الله. رمضان اللي فات.
ليه؟ لأن ما في أكل وفي حرق زيادة. حلو، جميل. حتى كنت أمشي يعني بعد صلاة التراويح كنت أمشي ما بين يعني 3 كيلو. يعني لسه تمشي مرتين في رمضان ما شاء الله. لأن أنا ده أنا استشعرت الفائدة اللي أنا استفيدها فعطاك من المشي. حافز زيادة. يعني خالد أنا يعني إحنا يمكن تكلمنا شوي، هذا يعني نظامك جدا رائع، وأنا يعني أول شيء اسمح لي أن أنا أهنيك على إصرارك وعلى يعني المثابرة وعلى أنه أنت عندك هدف وبتوصل له بإذن الله بغض النظر على اللي يقولون. لكن يمكن سمعتك تحت الهوى تقول لا أنا ما مشيت على دايت. يعني في شيء اسمه دايت، أنا نفسك أنا مقتنعة بالكلام اللي أنت تقوله اللي هو الدايت هذا أنا أحب اني اوخر عنه. في شيء اسمه لايف ستايل او نمط حياه. يعني انت هذا سويته وخسرت ووصلت لهدفك، لكن هل انت بتكمل؟ خلاص صار نمط حياتك انه انت تاكل خفيف، تاكل اشياء مفيده، يعني ما يمكن ما تبي تنحف لكن تبي تحافظ وتبي تكون تحس انك خفيف وتحس انك مرتاح، يعني حتى معدتك مرتاحه ما فيها دهون وتتحرك وتقلل من الزيوت، ولا انك خلاص راح ترجع لحياتك اللي كانت قبل ما كل يوم في الاعراس عزيمه. فهذا هو سؤالي لك. يا سلام. الجسم علشان يحافظ على توازنه فيه فيه فيتامينات واشياء يعني الجسم ما لازم ينقص عنها علشان الواحد يستمر طبيعي ما يتعرض للامراض. او الفيتامينات مجرد ما يصير نقص في الفيتامينات راح يتعب الجسم. فانا صحيح كل شيء كنت استخدمه انا اكون مطلع عنه، يعني خاصه يعني عندك السوائل انا المشروبات الغازيه هذه تجنبتها نهائي. عوضتها بايش؟ عوضتها انا بالفريش اللي هو البرتقال والليمون. فكنت بعد الرياضه مباشره فكنت اشرب برتقال وليمون. جميل. بدون اي اضافات ثانيه يعني سكر ولا حاجه ساده. الرز كمجتمعنا السعودي ما طبعا إيه؟ ما لنا غنى عنه. فانت نفسك يعني تشوف عندك في البيت طبيعي يكونون، وخاصه في رمضان احنا عارفين كمجتمع سعودي ما شاء الله يتفننون في جميع الاكلات. صحيح. إيه؟ فانا كيف كنت اكل رز لكن بكميات قليلة. يا سلام. يكون معها سلطات وشوربة. نعم. بحيث اني انا اكون خلاص. خلاص شبعت. اي حسيت انا اني وصلت للشبع، شبعت خلاص واكل ما عندي مشكلة، لكن الحلويات هذه انا قطعتها نهائي، لان انا وجدت ان المشكلة الاكبر هي في الرز والحلويات. الكربوهيدرات والسكريات. يا سلام. والنشويات هذه النشويات تقريبا هي اللي تسمن زيادة. صحيح. يعني تتحول سكريات في النهاية. سكريات. هي يعني الرز بدلته انا، يعني رحت بحثت بديل عن الرز حصلت حاجة اسمها البرغل. البرغل اسمه. لقيت في البرغل نفس فيه فوائد اصلا الجسم محتاجه كنت انا بحاجتها قبل يعني. صحيح. والبرغل يساعد كمان يعني بكذا موقع قريت عنه انه يساعد في التنحيف. صحيح، لانه الياف يعتبر عشان ينفش فبيش تشبع منه. فاخذته معي خلاص قلت انا خليها يعني. وصراحه يعني انا ابغى اقول زوجتي الله يعطيها العافيه تحملتني كثير صراحة. يعني كانت تتعب معاي وش اللي أنا أحب أكل وش أحب أشرب. فبعد شهر تقريبا خلاص زوجتي صارت عارفة وش أنا اللي أبغاه. فكنت أنا أجي للبيت خلاص هي عارفة اليوم أنا جزاها الله خير. إي والله فعلا. ما قصرت معي صراحة يعني لها فضل كبير بعد الله. شوف هو انا اقول لك شيء كمان خالد، يمكن اكثر الناس اللي بتتعب مع الاشخاص اللي بيعملوا دايت اهلهم في البيت. صح. انا كانت الوالده واخواتي يعني طب احنا ما ناكل عشان انت بتسوي دايت والله العظيم. فيمكن كمان زوجتك الله يعطيها العافيه طبعا اكيد نوجه لها تحيه من هنا انه دعمتك وساعدتك عشان تحقق هذا الهدف وهذا شيء حلو. ولكن انت ذكرت الرياضه وانه انت كنت بتمشي، هل كانت فقط رياضه المشي ام كان في انواع اخرى من الرياضات؟ او لما خسرت وزن اكثر حبيت انك تجرب شيء مختلف؟ طبعا انا في البدايه استمريت على المشي. ففي ناس كانت تنصحني والناس هذول يتابعوني مثلا، انا كنت حاط فقره يوميا عندي في حسابي في تويتر وفي سناب وفي الواتساب. فكل حاجه كنت اسويها يوميا كنت انزلها في مواقع. ايوه. ففي ناس كويسين وايجابيين كانوا يقولون لي
لا تستمر على رياضة المشي. فأنا رحت لليوتيوب بحثت عن تمارين، يعني تمارين ما تكون مملة، ما تخليني أنا أمل من أنا مسوي رياضة ساعة كاملة، فلو رحت دخلت عليها مثلا برنامج رياضي ثاني راح أمل وأطفش. فرحت حصلت يعني تمارين بسيطة يعني تساعدني، مثلا تمارين البطن، مع أن تمارين البطن متعبة يعني في البداية، لكن أنا أخذت الحاجة اللي أنا أستفيد تحتاجها وتستفيد بعض التمارين منها. فكنت يعني هذه كنت أنا أعملها داخل البيت، حتى مسبب إزعاج يعني تحصليني داخل البيت مسوي إزعاج وقالك بس حلو لما مثلا إذا عندك أطفال، أطفالك وزوجتك يشاركون كمان بالموضوع، هذه مرة حلو والله العظيم. أنا أول مرة وثاني مرة، بعدين صار الأولاد عندي عيالي وبناتي يجوا يقفون بجنبي ويقلدون نفس الحركات اللي أنا أسويها، لدرجة أنهم نفس اليوتيوب اللي أنا أدخل عليها وأقلد الحركات لقيتهم ثاني يوم داخلين على نفس. هذا شيء إيجابي، هذا شيء ممتاز. صح. التأثير الثاني اللي أنا بعد عندي، أنا اللي تابعوني على خاصة اللي المحيطين بي، في ناس بدأت صرت أشوفهم نفس المكان اللي أنا أمشي فيه، ناس يسألوني وش اللي تاكل وكيف ليه، لأنهم عايشين معي وشافوا كيف كنت كيف صرت. يا سلام، هو النقلة النوعية والنقلة القفزة اللي هو صارت فيها. أكيد طبعا خالد، يعني أنا مرة مبهورة بيك، يعني قاعدة أستمع وأنصت ليك، مبهورة بالقناعة اللي أنت وصلت لها، ومبهورة أنه أنت عرفت خلاص الصح من الغلط. هذا هو نمط الحياة اللي هو مش رجيم، هو الواحد ما يبغى يمشي الرجيم فترة ويسيبه ويرجع يدخل، هو خلاص تغير نمط حياتك، تعرف الصح من الغلط، تبتعد عن الأشياء اللي تضرك. والتغيير هذا حصل على نفسك وعلى بيئتك، على عائلتك وعلى أصحابك والناس اللي تابعوك. لكن أبغى أسألك عن الإشادة اللي جاتك من تجربتك اللي هي مبادرة عيش بصحة، وهي إشادة عن تجربتك في تويتر، كيف كان تأثيرها عليك خصوصا أنها من جهة رسمية؟ طبعا أنا عشان أحفز نفسي كنت أبحث في تويتر على المبادرات اللي معنية في المشي والرياضة، فحصلت أن مبادرة عش بصحة اللي تابع إحدى مبادرات وزارة الصحة، فدخلت عليها فكنت أقرأ شوي. الفيديو اللي أنا نزلته كيف تفاعلوا معاه المبادرة، الفيديو أنا كان قبل شهرين قالوا لي الشباب اللي قريبين مني، يا خالد ليش أنت اللي سويته شيء مو سهل، صحيح، ليش ما تسجل الفيديو وتنزله؟ خلاص يعني واحد قال لي أنا الكاميرات عندي ساعدوك نسوي لك مونتاج كذا كويس وننزل. قلت لا، أنا ما أبغى أي مونتاج، أنا إذا بنزل فيديو أنزل فيديو طبيعي كذا عادي بدون أي مؤثرات أو أي مونتاج، خلي فيديو عفوي علشان يوصل للناس. صحيح. فرحت ونزلت الفيديو، تكلمت كذا بعفوية زي ما شفتوا وفي الجو العادي كذا وبدون أي مؤثرات، فتبقى مبادرة عيش بصحة حصلتهم مسوي اللايك. ايوه مسوي اللايك وإعادة تغريد وكذا. هنا انا صار عندي الحافز اقوى. طيب يعني حسيت بحاجة يعني محفزة اني انا عملت حاجة تخدم الناس وتساعد الناس. يا سلام. جميل. يا سلام. حلو كمان انه انت سويت حاجه خالد الناس التفتت لها، وكمان التفتت لها جهه رسميه زي ما ذكرتني، فهذا الشيء جدا عظيم. احنا كمان اكيد هنكمل معك خالد ونعرف اكثر عن خساره هذا الوزن اللي انت خسرته، ولكن عشان نتعرف ايضا على مبادره عش بصحه معانا عبر الهاتف يوسف الهذلول مدير التوعيه بوزاره الصحه. اهلا وسهلا فيك استاذ يوسف. اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. يعني فعلا شكرا انه انتم اشدتوا بما صار من خالد عشان تحفزوا اكثر وعشان يوصل لكثير من الناس انه فعلا في جهات رسميه مهتمه بكثير اشخاص وخاصه بصحه هؤلاء الاشخاص. لكن لو تكلمني اكثر عن هذه المنصه عش بصحه، ايش هي؟ بدايه شكرا لكم وشكرا لخالد اللي يعني شرع في أنه نتواصل معكم. نعم. خالد بالفعل أحد أهم النتائج التي نسعى لها في عش بالصحة. عش بالصحة هي منصة مبادرة من وزارة الصحة. نعم. لتكثيف وتجويد الجهد التوعوي اللي ممكن نوجهه للناس. الهدف من عش بالصحة هو بالفعل تجويد وتكثيف للرسائل التوعوية. نعم.
طيب ابغى اسالك عن، انت بتقول توعيه اكيد طبعا للصحه، ايش هي ما هي الشرائح المستهدفه للاستفاده من هذه المنصه؟ احنا نتوقع ان نتجه الى ثلاثه اشياء. الاول نبحث عن الغير المهتم، نحاول نجعله يهتم. نعم. رقم اثنين نحاول نتجه الى المهتمين اللي نتساعد احنا وياهم تجاه الرسائل التوعوية بشكل عام. رقم ثلاثه نبحث عن القصص الجميله واللي فيها حس المبادره لي يعني نساعد في ابرازها واظهارها للمجتمع. نعم. طيب استاذ يوسف، احنا نعرف انه دائما الناس ملوله، يعني زي ما ذكر خالد انه ما ابغى استمر مثلا، انا احب المشي فما ابغى اروح اعمل رياضه ثانيه عشان انا ما امل، في شوي حركه، في شوي اختلاف. احنا نعرف انه الفئه المستهدفه اللي ذكرتها ملوله، مره ملوله، فكيف انه انتم تعملون بهالمبادره هذه شيء ممكن يحفزهم اكثر ما يملون؟ بالضبط. احنا نعتقد انه مسؤوليتنا تتجاوز انه نقدم المعرفه او نرفع الوعي، احنا نحاول بالفعل نتجه الى اشياء تساعد الناس في تغيير سلوكي، الى يعني احداث حركه تجاه القيمه او الفكره اللي يفترض احنا نبرزها. نعم. احنا فيما يتعلق في المشي تحديدا، احنا الان في صدد في بدايات اطلاق حمله ومبادره وطنيه كبرى متعلقه في المشي وامش 30، لهذه الجزئيه المتعلقه في انه كيف نحدث تفاعل مستمر ويعني توجه الى تغيير سلوكيات فيها تطبيق صحتي اللي احد التطبيقات التابعه لوزاره الصحه، في تفاعل مستمر ويومي وتصدير لاسماء الخمسين يعني اكثر 50 شخص داخل السعوديه يمارس المشي بشكل يومي. نعم. وتصدر في الابلكيشن ويكون في تحديث، ونربط ايضا نربط هذا ما يحدث في هذا التطبيق ايضا على صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. جميل. وكيف انه بالفعل نحفزهم بالاضافه لتكريم شهري للمتصدرين. هذا بالفعل نحاول مثل ما تفضلت الملل، كيف نحاول نجعل الناس يتشجعون اكثر تجاه الممارسات الصحيه. جميل. يعطيكم العافيه اول شيء استاذ يوسف، يعني وتشكرون اكيد على الدعم المعنوي، يعني كثير مثلا الاستاذ خالد والكثير مثل خالد اكيد يعني ممكن انتم كنتوا سبب رئيسي انه يعني وصلوا اللي هم وصلوا له، حققوا اهدافهم. لكن سؤالي لك استاذ يوسف اللي هو، هل انتم تستهدفون بس السمنه الزائده ام يعني امراض اخرى، او مش امراض عفوا، او يعني اشياء ثانيه بجانب السمنه الزائده ممكن انها تكون يعني كتوجيه كصحه عامه توعية بشكل عام وتوعيه؟ احنا بالفعل يعني نتوجه لكل الممارسات والسلوك، يعني احنا في التوعيه في وزاره الصحه بالفعل نسعى نكون الدواء قبل الدواء، يعني نحاول نسبق كثير من النتائج اللي السمنه واحده منها. جميل. نحاول نكون في منطقه مبكره عند الوعي الانسان بحيث انه يعني يتجنب مثل هالنتائج اللي ممكن يعني تجي بمرحله متاخره احيانا في عمره، فتكون يعني ازالتها فيها صعوبه واجهاد. جميل. الاستاذ يوسف الهذلول، انا اشكر لك هذه المداخله، يعطيكم الف عافيه، وفعلا نتمنى انه يكون في وعي صحي لكثير من الافراد في المجتمع عشان باذن الله نتميز بصحه جيده. عوده لك خالد. هلا. يعني اشهد عليك في تويتر وكمان دحين على الهواء تكلم معك وقال فعلا انه هو يشكرك ويشكر هذه المبادره منك، لانه فعلا انت حققت هدف جدا رائع وسامي. انت الحين مع نفسك ايش حاسس؟ شوف انا سالتك هذا السؤال، هو مش موجود في المحاور بس يمكن لانه انا كمان كان عندي وزن زايد وخسرته. فدائما الانسان يحس براحه وقدره في التنفس بشكل افضل، يعني موضوع التنفس هذا بعدين ممكن اتكلم واتناقش معك فيه تحت الهواء. اكيد صحيا ونفسيا. صحيح. يعني صحيح. ف انت ايش حاسس؟ طبعا انا انعكس علي بعد يعني اختلفت معي امور كثيره، من ناحيه الناحيه الجسمانيه، الناحيه الذهنيه لي انا كشخص، والثقه بالنفس. والثقه بالنفس هنا انا لما حققت هدف انا كنت اشوفه صعب وغيري كان يشوفه صعب، فانا وصلت وحققته، فهنا اعطاني انا دافع الأمور ثانية حتى بعيد عن الرياضة. خلاص أنت إذا كل هدف تبغى توصل له ترسم له طريق صحيح راح توصل له. صحيح. هذه كانت خلاص، هذه قاعدة أنا صارت عندي ثابتة، مستحيل يجيني أي شخص بعدين وغيرها. وممكن أضيف حاجة على كلامك، أحس دحين
لانه انا كذا صرت بعد ما الواحد يخسر وزن وبعد ما كل الناس ممكن تجي وتقول لا الواحد ما تقدر لان الوزن يكون عالي، تقدر تنفذ اي حاجه انت تبغاها. صح؟ صح. يعني اي دحين هدف اخر في راسك خالد احس ان انت تقدر تسويه. صح. صح. هنا كيف يعني في حاجه اساسيه كانت هي اهم نقطه هي اللي خلتني انا اتغير. نعم. اني انا داخليا اقتنعت، عودت حالي او اني اجبرت نفسي وذهنيا واني انا راح تقدر راح اقدر. جميل. يا سلام. فلما اقتنعت انا داخليا اني راح اقدر قدرت. اكيد. ليش؟ لان في ناس كانوا يمشون معي عاملين دايت ورياضه وتمارين يعني مكثفه ولا اقدر دائما يقول لك الواحد لما يكون عنده خلاص خطه، عنده شيء ماشي عليه، عنده يعني نظره لمستقبله لصحته لنفسيته، دافع. هنا دافع، هنا بيسويها. نعم. خالد يعني كلمه اخيره توجهها لاصحاب الوزن الزايد اللي حابين ينزلوا وزنهم ويتجهوا على طول على العمليات الجراحيه من تكميم وغيره. صح. من غير ما يفكروا في دايت. طبعا عمليات التكميم انا اشوف انها يعني ضررها اكثر من فائدتها، وشفنا احنا يعني اشخاص كثير انا اعرفهم شخصيا اللي استفاد من 10 اشخاص ممكن يستفيد واحد او اثنين والبقيه ما يستفيدون. لكن انا يعني من واقع التجربه اللي شفتها ما في شيء صعب. صح. ما في شيء صعب. تخفيف الوزن انت اللي تقدر تتحكم فيه شخصيا، حاجة بدون أي تدخلات طبية. أنت اللي حاجة بيدك أنت تقدر عليها، ما في شيء صعب. والله أنا قلت لك في البداية قبل 3 سنوات أنا حاولت وما قدرت ورجعت بعد. أصريت. أصريت. أصريت ما شاء الله عليك. حاجة يعني علاجك بيدك. مزبوط. علاجك بيدك أنت اللي تقدر تحكم، وهي مجرد بس أنك تقنع نفسك وتتوكل على الله وتبدأ ان شاء الله. ما في شيء صعب. خالد احنا جدا فخورين فيك، وانا مره انبسطت انك كنت معنا اليوم، يعني حفزتنا مره كثير وقديش وعيتنا على تغيير النمط الصحي قديش مهم في حياتنا. شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم العافيه، وانا سعيد بتواجدي واشكركم، وان شاء الله ان افدنا المتابعين والمشاهدين باللي مريت فيه، وان شاء الله ان حافز الغيري بالايام القادمه. اكيد طبعا. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي الفقرات لليوم.